السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي؟ أرحب بكم إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم هو طلب من صديقة عزيزة من صديقات القناة، طلبت من عندنا نقدم لها أنواع الشاي والقهوة الموجودة بالسوبر ماركت التركي. فإذا إلها ولكل الحبايب المشاهدين نقدم لكم هذا الفيديو، فإذا خلي نروح نشوف شنو موجود. اوكي حبايبي، نجي البيم والشاي، كل همينة تلقون كل انواع الشاي، كل انواع الشركات تلقوها هنا، ليبتون، فلز، هذه كليت هنا تلقوها. هذا الشاي الفل اللي هو بالكيلوات اللي هو ورقي، تمام؟ هذا فلنا تلقوها. طبعا هنا همينة تلقون الشاي اللي بالاعشاب كليته موجود، اللي هو بالتيباك، هذا همينه نفس الشيء. وهنا همينه تلقون القهوة اللي هي تكون عبوات صغيرة، كل أنواع القهوة واللاتيه والنسكافيه كليته هنا تلقوها. همينه تلقون القهوة اللي هي محمد أفندي قهوة، همينه تلقوها، تلقون الجولد هاي الكلاسيك، هذه النسكافيه، وهذه حاضر كافيه، يعني حاضرة كافيه حاضرة. وهذه مبيض للقهوة للقهوة، وهذا جولد، هذا شاي، هذا الشاي السيلاني، تمام؟ هاي كليتها تلقوها في بيم. شوف حبايبي همينة احنا بيم تلقون اللاتيه، هذا اللاتيه، وتلقون الموكا، هذه الموكا بالشوكلت، وهذه باللاتيه. بصراحة أنا جربتها على مودكم، لأنه أنا ما أشرب، قلت لكم ما أشرب قهوة، بس على مودكم جربتها اللاتيه، اثنيناتهم طيبات، بس الموكا بالشوكلت حبيتها أكثر، يمكن لأن بيها شوكلت حبيتها، تمام. وهذا أيضا همينة قهوة، هذه تجي بهالشكل، تجي أربع علب همينة بالقهوة، سعرها ب9.5، وهذه ب3.75 ليرات. هذه آيس كوفي، هذه آيس كوفي، تمام. تلقوها وين؟ تلقوها بالثلاجات، هنا بالثلاجات. هذه هنا كل أنواع الشاي، هذا هنا كليتها، هذا شاي، تمام. طبعا كليتها شركات، وبيها أحجام، يعني بيها يعني بالكيلو، بنص كيلو، كيلوين، 5 كيلوات، كل هذا الشيء سعرها بكل وحدة وسعرها، يعني لكن ما تزيد عن 25 ليرة، تمام. هسه راح نشوف وحدة وحدة وتشوفوها. وهنا هذا كليته الشاي اللي يسموه التي باك، اللي هو يكون بالكياس يعني، تمام. واكو بيها 20 وحدة وبيها 50، حسب يعني كل وحدة وحسب الكمية اللي موجودة بيها. وهذا الشاي اللي هو بالأعشاب،
هذا اللي يكون أكياس، هذا أنا اللي أشربه، يعني أنا أشرب اللي يسموه الباباتير اللي هو الشاي بالبواب النق، هاني هذا اللي أشربه. شوفوا لكن هناك أنواع فظيعة، شوفوا هذا شاي أخضر، وهذا بالكرز وبالنعناع وبالليمون وبالزنجبيل، هذا الشاي أخضر، شاي أخضر بالفواكه، هذا مكيس يعني تشربوه، وبي هدية بخمسة، هو 25 وبي 5 زيادة هدية، وهذا بالزنجبيل بالباباتيا. أنا هذا اللي أشربه، هذا بالباباتيا هذا اللي أشربه، لأنه أنا ما أشرب شاي أحمر لأن عندي نقص حديد، فأشرب شاي أعشاب لأنه هم مفيد للصحة وهم مفيد بالشتاء. يعني هذا الزنجبيل بعد، شوفوا هذا الزنجبيل والليمون، هذا كل الزين، وهذا بالتفاح، هذا بالنعناع والليمون، وهذا للريجيم. وين هذا للريجيم؟ هذا شوفوا هذا للأمهات للمرضعات، اسمه أنا شاي، يعني شاي الأم، تمام. أسعارها بستة وبسبعة تقريبا بسبعة، تمام. هذا كله تلقوه بكوتش من القهوة، شوفوا هاي قهوة كليتها كل الأنواع. مثل ما قلت لكم أنا ما أقدر يعني أقول لكم يعني طعمها، لأنه أنا ما أشرب قهوة، فما يعني ما أحب القهوة، أحب ريحتها بس. بس ما أشرب، يعني أنتوا راح أعرض لكم إياها. هذه نسكافيه، أنا نحب النسكافيه مرات أشرب، هذه همين نسكافيه، كليتها أنواع النسكافيه. هذا كوفي ميت طبعا موجود، هذه نسكافيه كليتها، هاي كلها انواع النسكافيه موجوده كليتها، هاي الجولد، تمام. هذه طبعا مثل ما قلت لكم هاي القهوه اللي عندهم مهمه. شوفوا هذه القهوه تكون مكيسه، تكون ايش قد هذه قهوة 150 يل، يعني صار لها 150 سنة يستعملوها. هذه كم غرام؟ يعني شوفوا مو كبيرة، تشيز بالقهوة، تمام. محمد أفندي هاي كلش مشهورة عندهم، تمام. هاي تلقوها بكوتش. شوفوا هنا نسكافيه ولاتيه، ولاتيه آيس لاتيه اللي هو الآيس اللاتيه البارد، تمام. همينة موجود، وهذه همينة موجودة كليتها، كل العبوات هنا تكون صغيرة، تكون عبوات صغيرة مثل هذه، يعني مثل هذه عبوات صغيرة مثل هذه، هذه كليتها من هنا تلقوها. هذه سعرها بليرة وربع، هاي هنا كليتها، هذه تلقوها هنا، هنا بكوتش ايضا تلقون الانواع النسكافيه الاكسبريسو اللي هي الكافيه لاتيه والامريكانو وفانيلا والاوريجينال، تلقوها كليتها. وهذه كراميل، بالكراميل تلقوها بكوتش، سعرها بسبع ليرات وخمسة وتسعين، يعني تقريبا ثمان ليرات، تمام. تلقولها او هذه بلاك، هذه بلاك. شوفوا حبايبي احنا الان بشوك، شوفوا هاي كل انواع الشاي اللي موجودة، هذه كليتها شركات طبعا، طبعا همينة تجدون اللي يكون مثل هذا بالكيلوات، اللي هو ما يكون مكيس، يكون احنا نسميه فل، اللي هو يكون يعني اوراق، تمام. وهذا التيباك، هذا التيباك شوفوا حتى يكون بهذا الشكل، يكون مدور، تمام. هذا نفس الشيء، هذا شاي احمر، شاي احمر. وهذا كليته اللي هو الشاي اللي تيباك اللي هو يكون مكيس.
شوفوا عادي هذا الشاي يكون ب شوفوا يكون بقلبه، خلي اطلع لكم اياه وشوفوا، يكون هيك معلب هذا بقلبه يكون. هذا من الطيب شاي احمر هذا، تمام. هذا بالكيلو، تمام. هذا كيلو، هذا يكون شاي العلامة الصفراء، هذا نفس الشيء كليته هذا شاي أحمر. نجي هسه للشاي اللي يكون بالأعشاب، همينة تجدون تشكيلة كبيرة جدا من شاي الأعشاب اللي يكون مكيس بهذا الشكل، تلقوه بكل أنواع الأعشاب. طبعا هذا كل الزين بالشتاء، هذا اللي هو بالزنجبيل والليمون، هذا كل الزين بالشتاء. طبعا هذا شاي أخضر، هذا اللي دا تشوفوه هذا كله شاي أخضر بالنكهات، بالليمون، بالفراولة، بالشليك، بالعفون الباينابل، هذا باينابل، بالكرز، بالخوخ، كليته تلقون كل هاي الأنواع اللي هي بالشاي الأعشاب. بجانبها دائما دائما يخلون بجانب الشاي يخلون القهوة، هذه كليتها أنواع قهوة. وأرجع وأقول حبايبي أني ما أقدر أفيدكم بالقهوة، ما أعرف ما ضايقتها لأنه أنا ما أشرب قهوة. نسكافيه ممكن أقول لكم أنه هي طيبة، أي طبعا هنا الكلاسيك، هنا الجولد، الكوفي ميت، كليتها تلقوها. هنا تلقون كريمة الكوفي، الكريمة القهوة هاي تكون بهذا الشكل، تلقوها أيضا بشوك. خلينا نشوف هذا شنو هنا، هذا اللي هو همينة قهوة. هذه مبيض للقهوة، هذا مبيض للقهوة، تمام. هنا نجي للعبوات الصغيرة، شوفوا هذه تكون بها البندق، بالبندق هذه القهوة العادية، تمام. هذه شنو أنا لأنها سأكتشف، لأن أنا قلت لكم ما أشرب قهوة، هذه بالقهوة العادية 2:1. هذه نسكافيه، همينا العبوات الصغيرة، تمام. كليتها تلقوها بشوك، تلقون تشكيلة كبيرة بشوك. والحلو أيضا بشوك تلقون هذه اللي شاي اللي أعشاب، مثل يمكن يسموه بالزهورات، شاي الزهورات تلقون هذا همينه تلقوه بشوك، تمام. طبعا أسعار متفاوتة، يعني بهاي الأسعار أنا راح أستعرض لكم إياها، بس أرجع وأقول الأسعار دا تتغير، تمام. طبعا الأسعار زايدة بشكل مو طبيعي. تلقون همينة اللاتيه والموكا، همينة تلقوه في سوبر ماركت شوك ب3.75 ليرة، بالموكا واللاتيه همينة تلقوه بالثلاجات، تمام، بالثلاجات مالت المحل تلقوها. شوفوا حبايبي بشوك همينة تجون تلقون الإكسبريسو، تشوفوا هنا هذا الأوريجينال وهذا كافيه تشوكو، هذا بصراحة أنا ما مجربته، تمام، بس اللي بم مجربته. هذا تلقوه بشوك ب7.45 ليرة، تلقوه وين؟ تلقوه بالثلاجات. نفس الشيء الآن نلقيه بسوبر ماركت آيوز بير، نلقيه كل أنواع الشاي، الشاي الأحمر، الشاي الأخضر، كليته. هذا سيلاني، هذا شاي سيلاني، طبعا ليبتون. وهمينا نلقي هذه الشاي اللي بالعلبة،
شفنا عبوات صغيرة. هذا همينا اكو اللي هو التيباك، يكون تيباك اللي هو يكون مكيس، يكون بيها 48 وحدة ومية وحدة، يعني هذه 100 وهذه بيها 48. هذا شاي احمر همينا مكيس بس لبتون، هذا كليته شاي معلب، اسفة لانه الاضاءة شوية اضاءة المحل قوية فدت تأثر على التصوير. نجي على الشاي اللي بالاعشاب اللي هو الشاي اللي بالنكهات، شوفوا هذا بالخوخ، هذا وهذا بالخوخ، هذا شاي اخضر، هذا شاي بالليمون والنعناع، هذا بالكرز، وهذا الفورم يعني للريجين ينفع بطعم الليمون. هذه همينة كليتها بالطعم، هذه همينة مثل ما قلت لكم أنا أشرب شاي أعشاب، هاي كليتها شاي أعشاب تمام. يمها تخلون قبل ما أروح للقهوة، شوفوا هنا همينة هذا الشاي اللي هو يكون بهذا الشكل تمام. هسه نجي على القهوة، القهوة نفس الشيء همين اكو قهوة تركية، اكو قهوة النسكافيه، شوفوا هذه قهوة وهذه بالعلب تمام. وهذه طبعا همين العبوات كليتها، اسفة الاضاءة شوية ما ادري اذا يبين، ان شاء الله يبين. هذه كليتها القهوة، هذه عبوات صغيرة مثل ما قلت لكم. هي القهوة واكو نسكافيه، هذه القهوة اللي بالكريمة، هذه نفس الشيء، هذه نسكافيه كلها، هذه النسكافيه، هذه عبوات كبيرة. هذه طبعا المعروفة بالعلب النسكافيه، هذه كليتها شوفوا اسعارها، وطبعا مثل ما اقول لكم الاسعار متبدلة، دا تتبدل الاسعار ما دا تبقى على حال. كوفي ميت، نسكافيه جولد، نبي اي كلاسيك تمام. تجدون ايضا هنا بيها نفس انواع القهوة لكن تكون بعلب، تكون بهذا الشكل، يعني رأسا تشربوها، يعني تكون بهذا الشكل، بيها هذه تكون منها تخلون القصبة وتشربون. هنا هذه هم نفس كافي، هذه موكا وهذه لاتيه. هنا همينا هذا موكا ولاتيه بس زجاج، يعني بطل زجاج، وتلقوه ب 101 ب 6 ليرات و95، يعني اذا تحبون تجربوه موجود تمام. اوكي حبايبي، بنهاية هذا الفيديو اتمنى عجبكم، اتمنى استفاديتوا منه، واذا عجبكم استفاديتوا لا تنسونا بلايك حلو منكم. اذا عجبتكم كل فيديوهاتنا سووا سبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل جديد نقدمه. اشوفكم بخير وعافية ونتلاقى بالخير دائما. باي باي، سي يو.